فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الدلائل التي تدل على قبول الدعاء أن يجد العبد قوة اليقين في الله سبحانه، فإذا دعا أحس كأن الله استجاب دعاءه من قوة اليقين. إذا وقفت في أي كربة ونكبة ووجدت أن الأمور استغلقت وأن الأبواب أقفلت، فاعلم أن الله ينبهك بهذا أن تزداد يقينا به سبحانه وتعالى. والشيطان من خبث الشيطان أنه في مثل هذه المواقف الصعبة الحرجة يخذل العبد، فيقول له كيف يستجيب الله لك وأنت مذنب، وكيف يستجيب الله لك وقد فعلت وفعلت، ومن أنت حتى يستجيب الله لك، ولربما والعياذ بالله شككه في قدرة الله على الفرج. ومن غرائب ما وقع لبعضهم، كان رجلا كريما من أهل المدينة حافظا لكتاب الله، خرج ذات مرة وسافر مع مجموعة من الناس، فلما سافروا كان بين القصيم والمدينة، ومضى عليهم يومان ولا ماء عندهم. قال أحدهم هلكنا، بلغ به اليأس، نسأل الله السلامة والعافية، وكانت أيام صائفة شديدة الحر، فبلغ بهم الجهد مبلغه، فلما رأى أنهم لم يجدوا الماء في اليوم الثاني وهم في شدة الظهيرة ونحن في الصحراء، قال هذا الرجل الصالح الخير: لا والله لا نهلك، وعندي 3 أبيار ما منعت منها يوما رجلا يشرب. يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يبلغ بنا سوء الظن بالله عز وجل أن الله يميتني من العطش وأنا أسقي الناس لوجهه الكريم؟ يقول: والله ما انتهى من كلمته إلا وبرفقة من الناس قد ظهرت عليهم وهم يحملون الماء. فالله سبحانه وتعالى يضيق على العبد حتى يتجه إليه.